Shada FM, la radio que j'aime. Dernière question, s'il vous plaît. مساء الخير. مساء النور يا بنتي حبيبتي شيرين. انا بدي انطلق بس من مشاعرك والحسيسك اللي على هل انت عبوني الله يشكر مستقبلا، هل ممكن توصلي لمرحله الانتحار مثل ما سبق؟ لا الله لا يقدر، بس ولكن هي قمه في المشاعر. كذاب لو قلت لك اني ما فكرتش في الانتحار يعني ده هو اكثر من مره. انا ما بعرفك عن قرب صراحه، بعرف انه هل بين الاعتزال والانتحار كانت شيرين اقرب ان او جابوها للاعتزال بلا الانتحار؟ جربتي قبل مره هيك؟ لازم الاثنين كانوا انتحار، بس فكرت في الاثنين في نفس الوقت. لا سمح الله دخيل رجليك. هو السؤال الثاني، قلتي انه انا عندي عفويه وتلقائيه بتصرف على التلفزيون، وبدت اليوم بعض الفنانين ياخذوا مني هي التلقائيه ويتصرفوا بعفويه. مين من الفنانين اللي تغيروا من كاظم الساهر؟ ايوه كاظم على فكره كان اول ما جه ذا فويس ايه كان يعني مش طايق وقاعد لوحده وما بيتكلمش كتير، ويتكسب قوي لما يحصل اي موقف يقول لي ازاي بتقولي كده للناس على الهوا ازاي. فلما جه سالني السنه اللي فاتت نفسك اجيب لك ايه في عيد الام، قلت له نفسي البيبي، قال لي على الناس. فتخيلي واحد كان بيتكسب جدا من واحد يعني فعلا كاظم انا بشوفه انسان خلوي، لحد بقى بيطلع يقول للناس حاجه زي كده، مع اني انا ما كانش نيتي حاجه وحشه، بس انا نفسي بيبي. شادا FM، لا راديو كو جيم.